اللاعب السويدي زلاتان ابراهيموفيتش هو واحد من اهم الاسماء في عالم كره القدم. اللاعب ده يا جماعه عنده اصرار كبير جدا انه يستمر في الملاعب رغم ان عمره 41 سنه. ابراهيموفيتش رجع من اصابه قويه حرمت ناديه ميلان الايطالي من جهوده على مدار اكثر من 200 يوم تقريبا، والجمهور الايطالي ظن ان ربما دي تكون بدايه يعني نهايه اللعبه بالنسبه لابراهيموفيتش، الا ان هذا اللاعب كان عنده راي اخر داخل المستطيل الاخضر. خلينا نشوف. ابراهيموفيتش العمر 41 عاما، لا يرغب في الاعتزال ولا يهتم بمن يهاجموه ويطالبوا بالخروج من المستطيل الاخضر بعد وصوله لهذا السن الذي اصبح عليه في هذا الوقت. فأصدقاؤه من جيله القديم قدموا الاستقالة من ملاعب كرة القدم ومكثوا بين صفوف الجماهير يشاهدون اللعبة بحماس. لكن زلاتان إبراهيموفيتش لديه رغبة أخرى، والرغبة هي المكوث داخل الملاعب ليسدد ويصنع ويراوغ ويشعل حماس أصدقائه في الملعب. عاد إبراهيموفيتش مؤخراً من إصابة قوية حرمت ميلان الإيطالي من جهوده على مدار أكثر من 200 يوم تقريباً. ظن وقتها الجمهور الإيطالي أن اللاعب سوف يعود من هذه الوعكة ليعلن خبر اعتزاله، لكن كانت المفاجأة. أعلن زلاتان أنه لا يفكر مطلقاً في الاعتزال، بل يخطط للاستمرار في الملعب لعدة سنوات مقبلة. وقال نصاً: كيف ولماذا أفكر في الاعتزال؟ لا يزال لدي العديد من الإنجازات لأحققها. الجسد يتغير والإعداد البدني أيضاً أصبح مختلفاً، لكن الجودة لا تزول بل هي مستمرة. أنا بخير وأشعر بحالة رائعة للغاية. لقد عدت مؤخراً إلى الفريق وأشعر بالحرية داخل وخارج الملعب. سأفعل كل شيء لأساعد زملاء اللاعبين والنادي على العودة إلى المسار الصحيح. لعب زلاتان في 7 دول، هي السويد مع فريق مالامو، وهولندا في صفوف فريق أياكس أمستردام، وإيطاليا في فريق يوفنتوس، وإسبانيا في صفوف فريق برشلونة، وفرنسا في صفوف باريس سان جيرمان، وإنجلترا مع المان يونايتد، والولايات المتحدة الأمريكية في صفوف فريق لوس أنجلوس جالاكسي. وخلال مسيرته لعب إبراهيموفيتش تحت قيادة مدربين مثل رونالد كومان وفابيو كابيلو وجوزيه مورينيو وبيب غوارديولا وكارلو أنشيلوتي. رافق في مسيرته نجوم كبار مثل ليونيل ميسي وتيري هنري وواين روني وإيدنسون كافاني. رغم سجله الرائع وتتويجه بألقاب في السويد وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، لم يحصد أهم لقب على مستوى الأندية وهو دوري أبطال أوروبا، كما أنه لم يتوج بجائزة الكرة الذهبية، وعلق على هذا الأمر قائلاً: كلنا نريد الجائزة، وفي أعماقي أعتقد أنني أفضل لاعب في العالم.